السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من فضلك قبل ما تزرع أي زراعات صيفي، شتلات، يبقى سيادتك لازم تستخدم الأعفان أو مبيدات الأعفان بتاعة الجذور، إما إنك أنت بتحط في حدود نص سنتي يونيفورم على اللتر ميه وبتغطس فيه الصواني، اما تشجرين اللي انا بحط فيه ده، هو انا اللي واقف وبحطه، او بتحط تشجرين وبيكون بمعدل من 1 لـ2 سنتي على كل لتر. برمي اللي قدامك ده 100 لتر، واخد في حدود من 150 لـ200 سنتي تشجرين، علشان بالعربي خالص كده الخناق، وعلشان الأعفان بتاعة الجذور هيحصن لي النبات للفترة الأولى في حياته. بعد كده النبات بيكون قادر إن هو يعني يتحمل الإصابة شوية، أما الإصابة لو حصلت في الأعمار الصغيرة فصدقني السيطرة عليها بتبقى صعبة جدا. الصينية زي ما انت شايف الجزء اللي تحت كده بنسيبه في حدود من 15 ثانية او 20 ثانية كده، بنسيبه لحد يعني المجموع الجذر ده هوت، ما كله زي ما انت شايف كده بيبدأ يشرب مية او محلول بتشجرين اللي هي المادة الفعالة في الهيمكسازول 30% او اليونيفورم، واللي هو التركيب بتاعه الازوكسستروبين مع الحاجات دي. شكرا ليكم، واتمنى انكم تنفذوا القصة دي، من تكون استفدت تنفذوها، لازم تنفذها ان شاء الله باذن الله تعالى. شكرا لحضراتكم.